حاليا لا توجد منتجات غذائيه مكونها الاساسي هو الحشرات، لان مملكه البحرين ملتزمه بمتطلبات ومواصفات قياسيه تتعلق بالاغذيه، وهي ايضا هي نفسها تتماشى مع المواصفات القياسيه الخليجيه، ويتم تقييمها عند دخولها مملكه البحرين لضمان ان هي متطابقه مع هاي المواصفات. ويتم تقييمها قبل التسويق او التداول بحيث ان هي تتوافق مع الاشتراطات العامه للاغذيه وفق المواصفات الخليجيه.